صفيح ساخن وحوار مستمر حول أزمة نفايات لبنان الطريق المسدود، الأزمة اللي بدأنا الحديث فيها امبارح وتناولنا الطريق المسدود. اليوم بنحاول الحديث عن الحلول، ومعنا الناشط البيئي وصاحب الحلول البيئية العلمية لموضوع النفايات المهندس زياد أبي شاكر. أهلا وسهلا فيك. بشاركنا اللقاء أيضا الناشط المدني المنسق العام للائتلاف المدني الرافض لخطة الحكومة رجا نجيم. أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا فيكم بعيون بيروت. أهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيكم. يعني بدايه خلينا نقول انه نحن امبارح كنا مبلشين بالحديث، وطبعا نحن عم نحكي فيه منذ زمن طويل اذا فينا نقول، لان ما كان مفروض اساسا تطول المشكله هالقد. هل فينا نحكي اليوم عن حلول؟ قديش مفروض نكون متفائلين؟ أكيد الحلول كانت موجودة حتى من قبل الأزمة. يعني اليوم طابع الصراع هو منه صراع تقني، هو صراع سياسي مع نفحة فساد، يعني اللي هي خلقت هالتأزم بموضوع النفايات. اليوم يمكن أهم استنتاج وصلنا له من بعد أزمة النفايات هو أنه ما في حل إلا باعتماد لا مركزية موسعة على جميع المناطق اللبنانية، يعني ولأنه بتنعمل على قضاء على صعيد كل قضاء. لما أنت بتجزئ هاي المشكل الحل بيهين، بدل ما أنك تكوني عم بتجمعي كل 3000 طن بفرد نقطة. يكون عم اليوم الاتجاه اللي كلنا عم نجرب ندفش فيه ونقنع فيه البلديات انه جمعوا بعضكم كل 4-5 وبلشوا عملوا مركز، ولنه فرز اول شيء، يعني بلشوا لموا هالنفايات بدون ما تضغطوها وتكبسوها وتنزعوها. عملوا هنجار صغير ابو 500 متر 600 متر مربع، جيبوا شغيله بلشوا فرزوا هالنفايات. لانه في القسم الكبير منها البنيه التحتيه الصناعيه اللبنانيه موجوده انها تستعملها. بس هل عم تتجاوب البلديات رغم انه في بلديات كبيره وميزانيتها معروفه انها كبيره انطلاقا من القصر البلدي اللي بينفت عليه مصاري كثير، وبتلاقي انه ما عم بيعملوا شيء، يعني بمناطق كثير بيدفعوا كلفه عاليه سنويا للبلديه. مزبوط. والزباله حواليها. لا شك انه كان كثير منهم، وحتى لا مؤخرا بعدهم ناطرين الحل المركزي اللي بده يجي من الدوله. يعني كتير تواصلنا مع ناس وكانوا قايلين طب ما خلينا ننطر ونشوف الدولة شو بدها تعمل. لما بلش ينحكى انه موضوع الترحيل هو موضوع اول شيء كتير مكلف، وهو فيه محاذير كتير خطرة علينا كبلد نحن، انه لانه عم نخالف اتفاقات دولية بعدم تلويث وتصدير نفايات و و و بلشوا يحسوا هالبلديات اللي عم تحكي عنهم انه لازم نصير نحن نبلش نقلع شوكنا بايدنا. دونك تأخروا انهم يبلشوا ياخذوا هن زمام المبادرة ويعملوا شيء. استاذ رجا نجيم، فينا نقول انه سقط نهائيا حل ترحيل النفايات من قبل الدولة، وحضرتك من الاول معارض للموضوع، خلينا نرجع نعمل هيك. صح، هو حقيقة موضوع الترحيل بيطبق عليه نفس مبدأ المناقصات اللي تمت سنة الماضي، يعني باطل ما هو قائم على باطل. دفتر الشروط كانت باطلة، المناقصات باطلة، والموضوع ما بيتعلق بالسعر، بيتعلق بأنه ما فيك تعملي أنت مواصفات لشغلي غلط بعدين تقدمي عليها أسعار وطريقة تطبيق صح. نفس الشيء بالترحيل، الترحيل باطل لأنه قائم على باطل، واللي باطل بالترحيل هو القرارات اللي طلعت من مجلس الوزراء اللي هن قرار واحد، ولكن في عدة إذا بدنا نقول مستندات توزعت على الناس من اقتراح عقود لدفاتر شروط، كلها هيدي قائمة على شيء باطل عنوانه عدم احترام معاهدة بازل، أول عنوان. تاني عنوان عدم احترام المنطق التعاقدي السليم اللي بيصير بين طرفين، وثالث عنوان عدم احترام التقنيات المطلوبة بالمطلق، بس تكون بديك تقومي بعملية إلى علاقة بمعالجة نفايات أو حتى بالانتهاء من موضوع نفايات. هلأ نعم تفضل. الإشكالية تبع الترحيل بعدم احترامها لبازل هي بسيطة كتير. يعني بالأول بدي بس ذكر
انه لبنان بالتسعينات من بعد ما مضي اتفاقية بازل قدر استفاد من هيدي الاتفاقية ليرجع يرد للدول الاوروبية ما تم استيراده للبنان من مواد خطرة ايام الحرب الاهلية بطريقه غير شرعيه جعلنا نقدر نرد بالشرع. طيب اذا نحن قدرنا استفدنا من هالاتفاقيه منيجي اليوم يعني نحن بنعرف هالاتفاقيه وبنعرف كيف بنستعملها وما فينا نقول نحن بنجهلها. هيدي كاساس في اتيك في اخلاقيات غير عن انه موضوع الترحيل بحد ذاته هو لا اخلاقي إضافة عن أنه لا اقتصادي لأنه واحد مثل كأنه عم بياخذ زبالته وعم بيكبه بأوضة جاره نفس الشيء. هيدا هو الترحيل النفايات بهالشكل مش مثل ما عم مش مثل ما بيتم من حكى أنه ما رح تترحل بهالطريقة يعني كمان بدأ في استحالة لترحلي من دون ما تحترمي أقله ثلاث شروط أساسيات وهيدول الثلاث شروط هني بيعتمدوا على جملة رح أقراها بالعربي موجودة بالاتفاقية بتقول الاتفاقية المطلوب ترجمت أكيد للعربي المطلوب أن تكون النفايات قد حصلت على معالجة بيئية رشيدة أو عقلانية بهدف ضمان حماية الصحة العامة والبيئة من الأثار المضرة التي يمكن أن تنتج من هذه النفايات وترحيلها. شو بيعني؟ بيعني أنك أنت ما إليك حق أنك تبعتي نفايات ممكن تتفاعل فيما بينها يعني انت مجبوره بالاول تفرزي بشكل دقيق اكثر بكثير من انه بدك تعملك انت معالجه محليه. خلينا بس ننطلق من انه النفايات القديمه اللي صار قاطع عليها وقت ويلي بكثير من المطاري حتى لو انشالت عم نجهل شو عم بيصير فيها مش داخل يعني بالترحيل املنا داخل لا عم نحكي نفايات جديده ما هيدا اللي فاجانا كثير انه اليوم اجوا من بعد ما ضلوا يتفاوضوا طلعوا قالوا نحن ما بناخذ شيء عتيق اكثر من 45 يوم ما هو هذيك شو عنا 45 يوم يلي جديد يعني مشكلة إلى سنة هلأ معلوم نحن عم نحكي عن 200 ألف طن وطلوع هلأ يعني هن أقل شوي لأنه في كتير احترق منهم وفي انطمر حتى بمناطق بالأزيعة وفي منه ترحل وتهرب إلى آخره. الإشكالية وين؟ أنه اليوم من الأساس واضح أنه ما فيهم يرحلوا اللي هو متراكم على الأرض رح يعملوا اتفاقية ليرحلوا على 18 شهر دونك هون ديجا في عملية مثل كأن انه اتفاقية مؤامرة تواطؤ موجود للمستقبل انه كيف يعني انا من هلا بدي اتفق طب انا عندي الحلول البيئية الموجودة بلبنان ليه بدي رحل طب وبدك ترحل باي سعر يعني ساعتها وقت ما نحط اسعار ساعتها نشتغل محليا معك لانه هون سوري رجب بس لما قالوا انه في شوية شروط للترحيل منها انه بدك تفرزيها قبل ما ترحليها طب انا اذا فرزتها شو في لزوم رحلها أنا إذا فرزتها برجع بكرر وهلأ رح جايبين معنا صور ورح نرجع نفرجي المنظومة الصناعية اللبنانية قبل ما تبلش أزمة النفايات موجودة البنية التحتية الصناعية موجودة إنها تاخد قنينة الماء وتعمل منها فيبر قادرة تاخد قنينة الشامبوان وتعمل منه نربيش يعني هون المشكلة ما بنحكي عن الاستفادة هون السؤال بده ينطرح إنه لما منا نفرزها ساعتها بدها تنشرها مش بدها تترحل بمصرياتنا بدها تنشرها لا إذا نحن ما عنا الإمكانيات أنه نستفيد منها هن عندهم الإمكانيات ببلد إيه ساعتها بيشتروها إجمالا لا ما بيشتروها لأنه كلفة أنك توصلي لهم إياها لهونيك هي أكتر بكتير رح بتكون من قيمة حقها يعني حتى هون بالبلد مرات مثلا خلينا ناخد الإزاز الشفاف في عنا معمل بيعالج الإزاز الشفاف موجود بمنطقة الشويفات بس إني معامل لأنها يتيمة فما بعرف إذا على لبنان كله بيقدروا يشتغلوا لا ما هي هون تنقول أنا بدي أجيب 20 طن إزاز من صغرتها بدي أجيب 20 طن إزاز من صغرتها بدي أنزلهم على الشويفات يا هل ترى قيمة نقل هالعشرين طن هل هي أقل من قيمة العشرين طن اللي بده يشتريهم من المعمل إذا إيه فإذا هيدي بتكون مجدية اقتصاديا أنا بنزل العشرين طن لتحت نفس المبدأ هو على الترحيل في شغلة مهمة بدأ قبل ما نحكي مصاري وكلفة بدنا نشوف إذا نحن صالحين انه ننقل هالبضاعة اذا هاي البضاعة صالحة انه تنقل وهون بغض النظر عن اتفاقية بازل ما فيك تبعتي عصارة بضاعة عصارة عضوي مع النفايات اللي عم ترحليها دونك واحد مجبورة تكبسيها وتعصريها وتجففيها حراريا ما فيك تبعتي
نفايات موبوءه، دونك انت مجبوره تعقميها. دونك اذا بنحكي بدنا نفرز مزبوط وبدنا نعقم وبدنا نكبس ونعصر ونجفف، خلص خليها طيب. هون وهذا كله اكثر من انه نعالجها هون. الاحلى من كل شيء انه هذا كله هني شايلينه من المواصفات اللي حاطينه بالقرار، يعني هني مش هيك. انا بقول هذا عمليه باطله لانه قائمه على مواصفات باطلة. اللي بيجعل منا باطل اكثر انه بحسب الاتفاقيات الدوليه نقل النفايات لازم يكون له سبب تقني، مش سبب اداري او سبب انه انا ما بعرف. لا، ما بتعرف، في ناس بيعلموك. لازم يكون عندك، ما عندك امكانيه تقنيه انك تعالج نفاياتك وقتها انت لقطها بحق لك انك تفكر انك ترحل. نحن عنا هون شو؟ ما عنا شيء اسمه استحالة تقنية، عنا استحالة ادارية، عنا استحالة اذا بدنا نقول تواطؤية متكلة على انه ما بدنا نمشي باللامركزية، بدنا نمشي بالمركزية ومطامر الشعب ما خلينا نعمل، محارق الشعب رفض من 3 سنين للمحارق، دونك ما بقي عنا غير نرحل تنخلي كل البضاعة محصورة. وأنا من هلأ عم بقول يعني وشغلي واضحة، لن يتم الترحيل، يستحيل أن يتم الترحيل. شو الخطة البديلة يلي ما نضلنا نطرح هون خطط بديلة رغم أنه كمان ما عم بيمرقوا الخطط؟ العنوان هلأ أستاذ زياد هو بيفوت بالتفاصيل. العنوان بسيط، منبلش من الألف، هني عم بيبلشوا من الواو والياء. الألف الفرز السنوي الصحيح، إذا بدنا ننسى عملية الفرز من يعني المصدر في اللي هو شغل الدوائر. كمان أنه في بيوت عم تفرز عم بيجوا يلموا ويحطوها مع بعضهم، يعني هيدا العمل الفرز السنوي الصحيح مزبوط. الفرز السنوي الصحيح يعني خطة. أنا اليوم إن انفرزت من المصدر أو ما انفرزت من المصدر بهالمرحلة الانتقالية لازم يكون في إدارة هي عم تفرز صحيح، وإذا فرزت صحيح كل الباقي مثل ما دائما بيقول زياد المنظومه موجوده. ما قلنا غير نعمل مراكز فرز بدل ما نفتش نعمل مطامير، يعني عمليه بابسط، ما في ابسط من هيك. والمراكز الفرز موجودين، مكاناتهم موجوده، صار لبنان مؤهل يصنع، واستيرادهم بده 2-3 شهور يعني. وهيدا اللي نحن طرحناه وقتها من اول ما بلشنا المحادثات نحن وياهم من حوالي 7 أشهر. ما بدهم يستعملوا كلمه فرز سنوي او غير سنوي، ما بدهم، لانه هذا بيحرق لهم، بيضرب لهم مشروعهم المستقبلي اللي هو المحارق المركزيه. وما عم بيفهموا انه اللبناني رافض المحارق مثل ما هو رفض المطامر مؤخرا. يشتغلوا صحيح نحن معهم، بيشتغلوا غلط نحن فينا نكون معهم. نعم، رح نشوف صور سوا واذا فينا كمان اكيد نعلق هون. هون عم نبلش هيدا بوادر الحل. الحل هو انه ينبنى مصانع بالمناطق على صعيد الاقضيه، مثل هالمصنع هيدا اللي واحد عم يطلع فيه من برا ما بيعرف شو عم بيصير جوا، بينما جوا عم بيكون عندك منظومة فرز سنوي مثل ما عم بيقول رجا، تخمير وحتى تحضير هالمواد يلي انفرزت لا يرجع يتم بعتها إلى المصانع اللي متواجدة على كل بس هذا ما بيقوموا عليه القيامة، لأنه بتحس كمان أنه في دايماً صرخات بمحلة أو بغير محلة بتلاقيها، يعني ما بعرف إذا هي صرخات مفتعلة ولا أوقات بمحلة أنه نحن على أرضنا ما بدنا، ونحن إذا كل واحد بده يقول نحن على أرضنا ما بدنا كمان ما بعود عندك مطرح مطامر بموضوع ما بدنا بحياتهم ما قالوا مراكز مطامر الحكومة اللي قلبتها بعدين ما في بقى اليوم ما في كل منطقة بدها تتحمل وزر زبالتها طبيعي أوكي؟ يعني اليوم أنا قضاء كسروان، قضاء كسروان بده يكون عنده مركزه، بدهم يلاقوا هني يلي قيمين على هالقضاء مع القائم مقام مع المحافظ أنه هيدي نقطة بدنا نعمل فيها شو اسمه إذا بيقدروا يمرقوا لنا إياهم هيك شوية بفولا يعني. وهيدا اللي عم نقوله بكل بساطة، المواد العضوية تتحول إلى أسمدة، وصار عندنا خبرة وقادرين بلبنان ننتج سماد من نفاياتنا يا جماعة مطابقة لمعايير الزراعة العضوية. يعني اليوم عم نقدر نفيد الزراعة بهالشي هيدا، بدل ما قاعدين عم ننطرهم تيجيبوا بكتيريا ويجيبوا أمراض ويجيبوا كذا. يحوي وهول كل الصور كلها باللبنان عم بحكي على فكرة. أنين الماي في عندنا بمنطقة البقاع بياخدهم كلهم وبيحولهم لشي اسمه دكر
الميكرون فايبرز، البلاستيك الملون الهاي دنسيتي بولي اثيلين بتستعمله الصناعه المحليه يا اما لاقفاص الخضره او لبويات الزهور. التنك عندنا 16 سكراب يارد بكل الجمهورية اللبنانية بكبسوا هالتنك وبيرحلوه بيصدروه بيجيبوا مقابيله عملة صعبة يا على تركيا يا على إيطاليا. ضل في موضوع العوادم هون يلي يعني هون في يلي هني بقايا أكياس النايلون وبلاستيك وكذا. في عنا تقنية نحن يعني المؤسسة تبعنا هي طورتها اسمها إيكو بورد يلي بتحولهم لألواح، وهول الألواح عندهم استعمالات يعني لا تعد ولا تحصى. بدل ما نكون عم نحرق هالمواد، وهي المواد رح يكون فيها بي في سي، حرقة هو خطر كتير كبير لأنه في ريسك إنه تعمل غاز اسمه ديوكسين أو غازات تاني اسمها فيران، وهودي غازات مسرطنة. يعني إذا فينا نحكي عن روايح كريهة كمان هون، ما بعرف زياد. هلا روايح كريهة أكيد، بس إنه اليوم في مرات أشياء لا هالمعامل يعني بالأول عم نحكي عن هول المعامل يلي شفنا أول صورة وقتنا من برا ما ببين شو من جوا بيبقوا عم بيشتغلوا، وقت كمان عم نحول هالمواد العضوية لأسمدة. هل معامل هيدا إذا كانت قريبة من مطارح سكنية ممكن كمان تؤدي لروائح كريهة؟ أكيد اليوم هول المعامل ما بينبنوا هيك، من في كمان شروط معينة لازم تكون تحترم، يلي هي إنه بده يكون بعيد عن أقرب بيت 600 متر خط نار. اوكي يعني واجمالا هول المصانع لازم نروح نلاقي هلا وين عم بكبوا زبالتهم المناطق، ونرجع نعيد تأهيل هاي الأرض وهي نبني عليها المركز. وما بقى نلجأ للطلب هون، بدنا نرجع لكل قضاء ولكل منطقة إذا بدنا ينبنى المركز تبعها بده يكون على نفقة مين، يعني هون دائرة هون نرجع نحكي بكتير مواضيع. ايه في عندك 100 اوبسيون هون، يعني اجمالا اسرع شيء بيقدروا يعملوا هو انهم يدخلوا معهم القطاع الخاص ويكون التمويل من القطاع الخاص، ان البلديات ما يدفعوا شيء من جيبتهم. واحد في كمان اوبسيون انه تعملها البلديه، ليش لا؟ يعني ما اذا في بلديات عندها الطاقم البشري اللي بتعتبر انه هي قادره تتكل عليه، ليش لا؟ بيقدروا وهيك بيشغلوا اليد العامله بلبنان. قد في عندنا بطاله كمان اليوم، نحن كبلد عندنا 5000 طن زباله كل يوم، كل شرقه شمس نحن بننتج 5000 طن زباله. اذا اليوم نحن بسيناريو مثالي قدرنا نعالج هال5000 طن كل يوم، بتعرفوا كم وظيفة قادرين نخلق؟ 50,000. يا عمي هو السؤال المطروح، معقولة بلد والمصنع معقولة بلد ما انه عارف شو بده يعمل بزبالته لمدى وقت كتير طويل وبعدنا عايشين بزبالة؟ عارفين وحياتك عارفين شو يعني عيب عن جد، يعني وين عريض اللي عارف شو بده يعمل عارفين. القرار مش بإيده، ويلي القرار بإيده عارف شو عم بيعمل هو، لأنه منه شايف هو آخر همه قد بيزيد وظائف. وصلت معك أنه حتى اللي بده واللي ما بده هو ولاده وقرايبه كلهم عايشين بنفس الحالة، يعني هاي حالة معممة على الكل، مش أنه مثلا بالعادة بيعملوا قرارات الطبقة السياسية والطبقة الغنية بتعزل حالة، لا هلا الكل ماشي على الكل عم بيتنفسوا نفس الهواء كلهم نفس الشيء ونفس الأمراض رح وباقيين فيها للأسف. راضيين ليش؟ لأنه شايفين المكسب المادي، يعني انه بدهم يضلوا عايشين كرماله. بس ما وين بدك تصرفوا بس هلا حاليا بمكان ما مثل ما بيقولوا بالعربي المشبرح فاتوا بالحيط، بعدهم عم بيقولوا رح نرحل، بس اليوم فهموا انه ما فيهم يرحلوا النفايات المتراكمه. خلينا نتوقف عند هيدي النقطه رجا وايضا زياد، ونطلع فاصل اعلان صغير ونرجع منتابع الملف الساخن موضوع النفايات والطريق المسدود. ومن عيون بيروت متابعين معكم بصفيح ساخن عن ملف النفايات، اكيد مع الناشط البيئي رجا نجيم والمهندس زياد ابي شاكر، بنرحب فيكم مجددا. واستاذ رجا بدنا نحكي عن المحرقه بدور شوير يلي هي مش شغاله. نكفي بالاول بدك انا كنا وصلنا اذا بدك بنكفي ونرجع بنحكي عن المحرقه بس لانه لنسكر هداك الملف وننتقل لشيء ثاني هلا، بس مشان على القليل نطلع بحل. شايفين احنا في حل
زياد اقترح حل وهو على كل حال عم بيطبقه يوميا. وفي حل اليوم لكل هالبضاعة المتراكمة بما أنه قررت الحكومة أنه هي ما قادرة. الحل بسيط كتير، بيتم تعقيم هذه البضاعة كلها سوا الموجودة بأراضيها بمحلها بطريقة بيولوجية مشان تنقدر نتناولها، وهالتعقيم بيضرب ريحة، بيضرب بمواد بيولوجية طبيعية عضوية وموجودة ومرخصة هذه المواد، وتستعمل على كل حال اليوم لتخفف شوي من الروائح. تتعقم، تتناول، تتاخد من بعد ما تنقلب على منطقة كبيرة بالكارانتينا اللي هي متوفرة، وهنيك بنعمل فرز أولي صغير عليها، وبعدين بمعامل الكارانتينا والعمروسية إذا بدون بنعمل لها الفرز السنوي الصحيح، واللي بيطلع منها هو عضوي وغير عضوي. العضوي بيتحط على جنب للصيفية، بالصيفية بنقدر نجمعه مع تربة زراعية، مش زراعية، تربة عادية لأنه بتكون بطلت رطبة، ويستعمل لتغطية الأراضي البور مثل أراضي الكسارات، مثل الأراضي اللي مش مزروعة وبتنزرع. وفي طريقة تانية أنه بيتاخد كمان العضوي وبينبعت لمعامل موجودة كمان بالبقاع وبعكار لإنتاج سماد سائل وسماد صلب. الغير عضوي بكل بساطة بما أنه تعقم ولا بقى فيه بكتيريات، وهذا كله سوا على كل حال بيتم فحصه بالمختبرات لحد ما نوصل لمرحلة لا تلوث، بينفرم، بينحط بجبالة البطون مع البنتونايت اللي هو بيجمده أكتر، وبينعمل فيه بلاطات أرض خارجي، بينعمل فيه تروتوارات، بينعمل فيه شيء. هيدا بس حل، منه حل دايم، منه هو الحل اللي لازم يعتمد على المدى الطويل، بس هيدا حل بياخد شهرين ثلاثة بيكون خلص، بيكلف، عملنا له دراسته، بيكلف ماكسيموم حوالي 10.5 مليون إلى 11 مليون لل 150,000 طن، وبنكون خلصنا من هالأزمة اللي نحن فيها. مشان هيك هذا الحل مفروض أنه الدولة أنها تاخده والدولة أنها تمشي فيه. هلا كل شيء بينتج بهالفترة هيدي ممكن كتير أنه يتم معالجته مؤقتا بالطريقة اللي هي لازمة، اللي هي الفرز الصحيح الثانوي. وممكن كمان يعتمد الطريقة اللي بيعتمدها الأستاذ زياد، اللي هي تتعب، تتغطى، بتنحط بمحلات لحد ما تتخمر مظبوط، مثل ما تتخمر مظبوط. وبعدين يعني في الحلين موجودين، إذا البلدية عندها محل، حل الأستاذ زياد هو الصحيح لأنه بتخمره طبيعيا وتتركه لبعدين. إذا ما عندها محل البلدية، في الحل التاني اللي هو بنتخلص منهم بقى وبهالطريقه. طب ليه دائما بنحس انه نحن عم نحكي كانه بالهوى؟ يعني مش بالهوى، هني عارفين تمام عن شو عم يعني هيدا الحديث عم بينحكى على طاوله مستديره مع المسؤولين ومع وزير البيئه. يعني من ناحيه بنلاقي في تعاون من وزاره البيئه، ومن ناحيه بنلاقي انه بمواضيع تانية ما في تعاون ولا لا باليد الثقيله. لا، لانه الحال هذا الموضوع بالذات شيلوه، ما هو بطل وزير البيئه مسؤول عنه هل الترحيل اذا بدنا، وقبله التمر. طب واللجنه اللي انعملت؟ ما بقى في لجنه، في شخص اسمه وزير الزراعه اكرم شهيب، ما بقى في لجنه، في شخص رئيس مجلس الوزراء تمام سليم، وفي شخص ومعهم مستشارين، وبيسموا بيقولوا كمان عندهم جنود مجهولين. يعني انا مش عم بفهم مين هن هالجنود المجهولين اللي بيستحوا يقولوا عن اساميهم. مهم، هن ما بدهم يعتمدوا اي حل ببلش بالفرز السنوي، ما بدهم. دونك هيدا اللي عم نقوله نحن اليوم، هن اليوم بورطه، نحن منخلصهم من هالورطة. وأنا بسأل، نحن ما عم بحكي عن البيئيين هون، عم بحكي عن المشغلين بلبنان، عم بحكي عن الزبالي والفلاح والمعاز والزراعيين. هيدي شغلة ما بتنحل إلا بهالطريقة، ما بتنحل إذا ما نقعد نفكر بيئة أو سوبر بيئة، تنحل بهالطريقة. بيتخذ لها كل البريكوشن اللازمة، وبيكون ارتاح جبل لبنان وبيروت من كل شيء فيه نفايات متراكمة، وبنرجع منبلش من جديد. نتمنى انه التبليشي من جديد تكون على اسس سليمه، منيح مثل الاسس اللي بيعتمدها الاستاذ. طب كان في مشروع قديم، بس انه فينا نفتحه عن المشروع يلي كان رح يتمرق، وعن الارض يلي بين الحدود اللبنانيه السوريه. مطمر، ما رحنا واجهناه بارضه، ما بيصير سلسله شرقيه ممنوع تطمري فيها، ممنوع تضغلي لارضيتها.
رحنا وصار في مبارزة، حتى بقدر أقول مبارزة علمية هونيك نحن وياهم للجنة، والنواب والوزراء والعالم والناس كلها والمشايخ والمفتي كلهم فهموا أنه هذا كله كلام فاضي، ما فيك تضقري وتحطي إيدك بالسلسلة الشرقية. خلاص عكار نفس القصة، ليش بدنا نطمر؟ ليه بدنا وجود بضاعة؟ ليش بدنا دايما ما بقى نغمض عينينا؟ في حلول، وعنا أخصائيين بالبلد، وعنا كل شيء مطلوب لنقدر نوصل. ففي ناس صناعيين مثل استاذ زياد وغيره، يا عمي ليه ما بدهم يستعينوا؟ هلا بدهم يجيبوا ثلاث أخصائيين فرنسيين من فرنسا ليشوفوا موضوع النفايات المتراكمة. طب هيدا الحل، بتمنى يسمعوا. بحبوا دايما يحطوا كلفة بس لناس لا في عندهم أجنبي. باسبور أجنبي ما عندكم باسبور أجنبي أنتم؟ أنا ما عندي كتب ولا أنا لا ما بتزبطوا سوري لا بس سوري النتيجة مشتور. ما في غير هالحل، وأنا بعتقد هالحل اللي قلته مجبورين يطبقوه، وخصوصا بس يبلش يطلع أصوات كبيرة وعالية، وهيك رح يصير بالمستقبل القريب. يعني كيف بدها تكون أكثر من المظاهرات وأكثر من اللي العمل؟ أكيد لأنه تتفقي مع أشخاص من هالنوع بدك تكوني نوعا ما بتعرفي لغتهم. هلا بدنا نشوف لغتهم كيف، بدنا نشوف وضعنا بالبلد بالأيام اللي جاية. هلا زياد ذكرنا شوي البلديات، بس إذا بدنا نحكي قد إيه ممكن عن جد يساهموا، وقد ايه انت حاسس انه في تفاعل بعض البلديات يمكن انه ممكن تكون هيدي مثل بدايه، او على الاقل يساهموا بطريقه او باخرى لا تكون بدايه. ايه لا، البلديه اليوم عليها دور مركزي، يعني اليوم هيدا هي اليوم كل رئيس بلديه بده يحمل هالملف وبده يقول انا بدي حل المشكل خلص. بس قد ايه عم يعني عندك كونتاكت مع كل البلديات مؤخرا وشايف قد ايه في تجاوب وقد ايه ما في تجاوب؟ ايه كمان اللي اخر العمليه هو انهم كانوا بعدهم مراهنين انه الحل المركزي رح يجي. عم بشيلوها عن ظهرهم، يعني بشيلها عن ظهري بس خليها مسؤولين مثل غيرهم، يعني الكره بملعب ينطروا الدوله كدوله. ايه انه اليوم اذا هو حامي الملف بكره بيقول لك هي بكره هن الدوله بتحلها، انا لشو بدي وجع راسي وانا بدي فوت فيها؟ وخصوصا انه ما كان عندهم هن الاراضي. هلا لما شافوا انه هالحل تاخر كثير وهالحل ما هيئته رح يجي، ما تنسوا انه النفايات ما بتوقف، يعني اليوم مثلا مثل ما هيدي هي انه هيدي مشكله عم تتراكم. مثلا منطقه مثل الجديده ما بقى معه كثير وقت يتحرك ويلاقي حل. فرن الشباك نفس الشيء، حزميه، كل المناطق عم بقول لك مؤخرا ما عم بيشيلوا. ضلينا فتره نلاقي بعض العناصر من اذا بدك من سوكلين، بس مؤخرا ما عم نشوف حدا، يعني عم بكل المناطق بيطلع برا بيروت. كنا عم نشوفهم بالمتن، عم بيلبوا بيروت، كنا عم نشوفهم باول فتره بالمتن. هلا بطلنا يعني من السنه الجديده بطلنا، يمكن خلص الكونترا للسنه الجديده، يمكن هيك كان بعد في بعض العناصر يكنسوا يشيلوا بعض الزباله، هلا ما عدنا عم نشوف. لا فاذا اليوم البلديه لازم هي تاخذ على عاتقها انها تبلش تجمع هالنفايات، تلمها من البيوت بدون اللجوء الى ضغطها، لانه فينا نطبق فرز من المصدر وفي كتير ناس مستعدة تطبق الفرز من المصدر، بينما بس الفرز من المصدر ما راح يكون 100%. بتقول لك أنا عشت بنيوجيرسي 8 سنين، كان عندنا نسبة الناس يلي بتلتزم بالفرز من المصدر ما كانت تتخطى 43% من البيوت، يعني على كل 100 بيت كان في بس 43 يلتزموا بالفرز من المصدر بطريقة مزبوطة، والباقيين ما كانوا يلتزموا أو يلتزموا غلط. اوكي هلا بنعمل الفرز بالمصدر لانه اذا ما فاد ما بيضر، وعم ننشئ مراكز للفرز السنوي، يعني اذا جابوا النفايات منا مفروزه على هيدا المركز، هيدا المركز بيفرزها عضوي غير عضوي، وبيبلش بالتخمير وبيبلش بمعالجه المواد الغير عضوي. ما في حل اليوم اذا ما كل بلديه اخذت زمام المبادره. يعني بالنهايه معلي خلينا نقول على صوت عالي يشتغلوا هالبلديات شوي، لانه ما عم نشوف شيء، لا منشوف بالطرقات اذا في جوره بيقولوا لك وزاره الاشغال بتبقى حد القصر البلدي بحطوا لك دولاب مثل 1900 وخشبه. لا ما بتلاقي غير يا ضبط على السياره يا رسم البلدي اخر الشهر، يعني ما علينا بدنا نحكيها بالفم الملقان، لانه لازم يشتغلوا بحق اللي عم ياخذوه بالنهايه. يعني هيدي بس تقولي انه البلديات حرام لانه هن صار لهم 15 سنه ما حدا طلب منهم شيء وهلا عم يطلب منهم، بعتقد صار عندهم وقت كافي يتعودوا ويفهموا انه لا ما بقى فيه، انت مسؤوليتكم تفضلوا تصرفوا فيه. طيب
للأسف خلص وقتنا بس استاذ رجب بدنا نحكي سريعا لو سمحت عن دور الشوير والمحرقة مش شغالة. مرق الصور أو لا؟ سريعا. الإشكالية تبع دور الشوير بسيطة كتير. هيدا الموقع تبع دور الشوير، المحرقة القديمة كانت تحت، المحرقة الجديدة هلأ صارت فوق. هلأ منشوف من الصورة الجديدة كيف كلها حواليها في بيوت، مدرسة على بعد 100 متر، مزرعة دجاج، يعني ما بقى في شيء، مكان بيناموا دورتوارات عمال وريزيدنس، وفي الدار اللي على اليمين ومحل ما هن الفاينز الواينز الفينيرون تبعونه شو بيقولوا مزارع مزارع العنب والى اخره، كمان على بعد 200 متر كروم العنب، الشوير على بعد 400 متر، يعني وبس نحكي نحن محارق بنحكي الاف الامطار اذا مش اطول. دونك ديجا هيدا الديركت، هيدي المحرقه كيف عم تشتغل تمام، مش هلا هي لنقول هي واقفه، لا هي وقفت من بعد ما شغلوها هيدي، يعني في خطر انه يرجعوا يشغلوها. هلا المهم انه ما يرجعوا يشغلوها بشكل دايم، هن حاطين براسهم بدهم، بس انا بعتقد انه ما رح يقدروا يشغلوها بشكل دائم، لانه هيدي بالحقيقه هون مثلا هي صوره بتبين قديش 100 متر بعيده عن المدرسه وعن هاي. نكفي على الصوره اللي بعدها، هيدي كمان عم بيعمروا لها الهنجار حواليها العالم ما تشوفها، يعني انه بصير مثل كانك انت عم بتخبي قديش جريمه. لا هيدي تخبيت قديش جريمه، هذا شيء خطير كثير، انه كيف يعني هون الاساس هذا كل هالشمال اللي شايفينه هو كيف لازم تكون محرقه. المحرقة لأن الانسينريتر ببلاد المضبوطة عندك من مرحلة تغذية بالنفايات إلى مرحلة إنتاج الطاقة والحرارة والكهرباء، هن اللي جايبينهم هو بس عملية غرفتين الحرق، يعني لا عندهم تغذية دائمة ومتكاملة، عندهم تغذية بدك تفتح المحرقة الغرفة تحطي بقلب الزبالة ترجعي بعدين تسكري، وكل ما 5 ساعات بدك ترجعي تفتحي، يعني كل شيء بيكون في غاز بيكون طلع. حتى لو عندهم تشامبر تاني بتحرق الغاز، بس ما عندهم مثلا البويلر. هلا هيدي الصوره بتبين لنا الرماد كيف بينعمل. الشغله المهمه بهيدي اللي هي منا محرق اللي انا بسميها صوبيا، انه ما في عندها حتى ما بيركب لها البويلر اللي هي بتنزل الحراره قبل ما حراره الغازات قبل ما ينبعثوا بالهواء، لانه اذا انت عملتي انبعاث الغازات بحراره عاليه بيتحولوا ديوكسين اوتوماتيكلي، مجبوره تنزليها بالاول. ومن هيدا البويلر بالزيت، من بعد هيدا البويلر في عنا الفلاتر التاور اذا بنرجع. وليش ما بيكون موجود؟ يعني شو العائق لما يكون عندك موجود؟ عندك سيستمات ما بيكونوا معموله ديجا، لان باتش سيستم، يعني بتفتحيها بتعبيها، ومنا كونتينوس فيدينج سيستم، يعني مش انه بتتغذى بشكل دايم ومباشر. يعني هيدي منا محرقه، هيدي محرقه جتت، هيدي كريماتوار، هيدي منا محرقه بتحرق نفايات، ولكن بتحرق نفايات بشكل. وهي من امتين انوجدت بدهور شوي؟ هيدي ما صار لها كم شهر، 3-4 أشهر جديد. ايه هلا بشهر سبتمبر. فاذا بس لنخلص، بنلاحظ انه من بعد عمليه البويلر اللي هي بتنزل الحراره بتنبعث عندنا مثل تاور، هي بتعمل الفلتر الاولاني الباك فلتر، بعدين من بعدها عندنا فلتر اللي بيعمل بياخذ الغازات بجمعهم وبيرجع بيدخلهم، هون بنسميهم فلاينج اش، يعني الرماد المتطاير، منه بينعمل له بروسيسنج، بينعمل له معالجه، وبعدين بينبعث لينطمر بسابع ارض، يعني باوروبا بفرنسا، بس يبعثوا على المانيا بيتمرون للسماء للرماد من بعد ما يكونوا عالجوهم بمناجم الملح، تحت الارض على مئات الامطار. وهون بدهم يعملوها شغله بسيطه وبيطلعوا بيهددوا وبيحكوا. المهم البلديه شو دورها بدهور الشوير؟ نعم. عطت رايها البلديه. انا برايي البلديه تابعه، لانه نحن عم نحكي مع جماعه من هونيك. البلديه شو بيقول الاستاذ الياس ابو صعب؟ عم بيعملوا، جربنا مع الاستاذ الياس ابو صعب نطلعوا، يا عمي بلبنان في محرقه وحده بس، مش صحيح مثل ما عم بيحكوا، هي موجوده بمعمل سيكومو وهي الوحيده اللي شغاله بطريقه نظاميه وهي وصلنا فيه وعندها رخصة. روحوا شوفوا كيف بتشتغل المحارق، لازم تكون، وهي هي محرقة ما بتحرق إلا إلا المواد اللي هي غير عضوية ذات قيمة حرارية ومجففة كمان، يعني بدها تكون حقيقة مثل ما بيقولوا بالفرنسيوي سيك بروبر، يعني دونك الإشكالية العملية فيها ما بتحرق عضوي حتى. هلا ما معناتها ما فيك تحرق عضوي، مبلا، بس لشو بدنا نحرق عضوي إذا فينا نستفيد منه؟
ولا شو بدنا نحرق حتى عوادم ذات قيمة حرارية ونحن قادرين انه نحولهم؟ المشكلة انه الاسئلة كتيرة كتيرة بس مش دايما الاجوبة عم بتكون فعال ومش دايما عم لاقي جواب. يعني انت بتلاقي جواب غيرك بلاقي غير جواب غيرك ما بجاوب على السؤال عم تبقى اسئلة بالهواء. بس في شغلة مهمة بدأ هيدا علم هون مش قضية رأي ورأي معاكس. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. في ناس اللي ما علم وما عم بياخذوه بعين الاعتبار بس ما حدا ما حدا بيقدم خرايط ما حدا بيقدم دراسات مثل ما هي موجودة. بتفوتي التعب بتجوجلي بيطلع لك النتيجة. ما عم نخترع شيء نحن. هيك هي موجودة بالعالم بس هني بيصيروا بيشخصنوها أو بيسيسوها بيرفضوا يتعاطوا معنا. نحن بس نجي نحكيهم علم بيرفضوا لأنه ما عندهم شيء يجاوبوه بكل بساطة. على كل حال مش رح تمشي المحرقة خلي يطمنك. هلا نحن اطمننا. بدنا نشكر كثير وجودكم معنا رجاء نجيم وزياد ابي شاكر وان شاء الله جهودكم تصب بمحلها ونلاقي حل بالنهايه. يعني هو المطلوب بكل بساطه حل لمشكله النفايات بلبنان يا جماعه لا اكثر ولا اقل. عرضنا حلول بس ولا مره الحلول عم تتاخذ بالمجرى الصحيح. رح تتجاوب عن طمني ان شاء الله خير ان شاء الله باسرع وقت ممكن. يا اهلا وسهلا فيكم. بعد الإعلان بضيافتنا مالك حلاوي الناقد الفني ورئيس تحرير مجلة أمواج.